عندنا حفلة ألبوم إيه اللي بتسأل عليه؟ رد الفنانة إليسا على معجب دخل أوضتها وهي نايمة. نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو عفوي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من كواليس حفلها بالكويت، وتظهر إليسا في الفيديو متفاجئة بعد إن اقتحم أحد معجبيها غرفتها وكانت نايمة وصحاها من النوم ليسألها عن ألبومها الجديد هيكون إمتى. لترد عليه إليسا بطريقة عفوية جدا: عندنا حفلة ألبوم إيه؟ وبعد تكرار السؤال عليها أجابت: لا لسه بدري وملكش دعوة، على كل حال وفي وقت أنام تاني ولا إيه؟ لتعود إلى السرير وتغطي نفسها وتنام تاني. وطبعا الفيديو طبعا انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن طبعا الفنانة إليسا فنانة مشهورة جدا ومعروفة في كل الوطن العربي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.